مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعدت واشنطن أن تفجير داعش لجامع النوري ومنارة الحدباء يشكل اعتداء على التراث العالمي. وعدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نوريت عملية تدمير دليلا إضافيا على أن داعش ليس لديه أي احترام لهوية العراق أو ثقافته أو دياناته. تقدمت قوات سوريا الديمقراطية بضع مئات من الأمتار داخل البلدة القديمة في مدينة الرقة، وأفادت وكالة هوار أن تلك القوات أحكمت سيطرتها على مساحات واسعة من حي حطين وشارع الفردوس الاستراتيجي قرب وسط المدينة. أعلن الجيش الأمريكي قتل 3 من مسلحي القاعدة في ضربة جوية على اليمن، بينهم قيادي يعرف باسم أبو خطاب العولقي. ويعتقد أن العولقي كان يتزعم شبكة القاعدة في محافظة شبوة في الجنوب، حيث نفذت الضربة الأسبوع الماضي. أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش خططت لشن اعتداءات تستهدف مواقع سياحية، وكان أعضاء الخلية يعتزمون توسيع رقعة عملياتهم الإرهابية لتشمل مدنا أخرى في المملكة وفقا لوزارة الداخلية المغربية. أدى هجوم إرهابي بمركبة مفخخة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان الباكستانية إلى سقوط قتلى وجرحى، وأسفر الهجوم وفق السلطات الطبية في المدينة عن قتل 11 شخصا من بينهم 4 أفراد من الشرطة وإصابة 15 آخرين من بينهم أفراد من قوات الأمن. اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم في بروكسل على تعزيز الدفاع المشترك بين دول الاتحاد، ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاتفاق بالخطوة التاريخية، مشيرا إلى أنه سيكون أمام الدول الأعضاء مدة 3 أشهر للاتفاق على المبادئ والالتزامات المشتركة. أعلن خفر السواحل في إسبانيا إغاثة أكثر من 400 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى جنوب هذا البلد عن طريق البحر. وساعد خفر السواحل الإسباني 16 زورقا متهالكا كان من على متنه يحاولون الوصول إلى إسبانيا عبر بحر البوران شمالي الجزائر والمغرب. كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا تفاصيل خططها لدراسة أول كسوف كلي للشمس عبر الولايات المتحدة منذ قرن من الزمن. وخلال الكسوف الشمسي في 21 من شهر أغسطس آب المقبل سيمر القمر بين الشمس والأرض ليحجب وجه الشمس ويظهر غلافها الخارجي فقط في السماء. نهاية الموجز، في أمان الله. We'll be right back.